وبالتالي انا محتاج مثلا هقوم عامل فاريبل اسمه الاوتو نمبر، الاوتو نوم او الاوتو نو كده، والاوتو نو ده انا عايز اجيبه من الامبلي، انا معايا الامبلي اهو، فاقول له امب دوت عشان اجيب لو هتلاحظوا الدوت تكست عرفناها يعني اللي ما بين التاج وقفلته، وباقي الحاجات دي احنا عارفينها اصلا اللي هي الانسيرت والاندكس والريموفل، ده على سنيه التاج اللي هي زي زي الليست اللي عندي، مش قضيه الوقت. لكن في حاجه اسمها اترب، اترب اللي هي خصائص الاتريبيوت، فلو قلت له اترب كتبت اسم الاتريبيوت اللي انا بدور عليها اللي هي كان اسمها اوتو ان او كده اهو، انا مسكت انا بقول له دور لي على الاتريبيوت اللي اسمها اوتو ان او اللي جوه الام، وبالتالي هو ماسك الانجلي الاولاني ده فهو بيدور هنا في الاتريبيوتس اللي هنا، انا ممكن اكون حاطط كذا اتريبيوت، مثلا جايب له اوتو ان او كاتب له مثلا ليبل مثلا كده ماسك، كده مثلا ليبل عنوان كذا واوتو ان او، انا دلوقتي بقول له انا عايز اتريبيوت اسمها اوتو، وبالتالي لما قلت له اوتو ان او ف هيجيب الاوتو ان او ويحط لي جوه الفاريبل، بس مش هقدر امشي مع الباقي بنفس التفصيل لان الباقي كله تاجز. يعني ايه تاجز؟ يعني انا محتاج من هنا الاي دي، التاج اللي اسمه اي دي اخد التكست بتاعه، النيم اخد التكست بتاعه، الجوب اخد التكست بتاعه، وهكذا. لكن ده الوحيد اللي انا لقيت منه الاتريبيوت على طول. طيب الباقي هيشتغلوا ازاي؟ هقول له سهل، الباقي عندي الاي دي، والاي دي ده انا هجيبه ازاي؟ هقول له امب دوت فايند، هيقول لي في الفايند اكتب لي اسم التاج، الفايند دي بنجيب منها اسم الايه؟ اسم التاج، فانا هقول له التاج كان اسمه التاج اللي اسمه اي دي، رجعنا كان التاج كان اسمه اي دي، ومنه دوت تكست يعني اللي ما بين فتحه التاج وقفلته اللي هو بالنسبه لي اللي هو 121. نفس الاسلوب ده كوبي بيست عندي مين؟ النيم، صح ولا ايه؟ النيم، واجيبه برده من النيم. ها عندي ايه تاني؟ عندي الجوب والفون جوب الفون عندي تاني سعر الايميل، اخيرا الايميل كده. انا جبت القيم دي، جبت الكلمات الكلام ده، خلاص اطبعه بقى بالشكل اللي انا عايز اطبعه بيه. شوف بقى انا عايز اطبع ازاي واطبعه، تمام؟ الشكل اللي انا عايز اطبعه بيه. فانا بالنسبه لي اختصارا كده بشكل بسيط للطباعه، فهقول له برنت، تمام؟ واقوم جاي اعمل كده خط مثلا، وبعدين هقول له مثلا ايه برنت، طبعا حتى مثلا اي دي وقيمته كده، اقول له مثلا الاوتو نمبر الكولون، وجنب الاوتو نمبر ده احط الايه اللي انا كنت الفاريبل بتاع اللي سميته اوتو انه، اقول له اوتو انه. بعد كده عندي النيم، واحد يقول لي ايه يعني مثلا هنا النيم، خلينا الوقت انا هوريكم مثال تاني. النيم وبعد النيم الفون، الفون سري هنا سري الايميل اخيرا الايميل، نسينا حاجة؟
مثل جوب سينا الجوب. طيب خلينا نعمل الجوب. طب الجوب احنا واحد يقول لي طب ما احنا عندنا ملف الاكس ام ال بتاعنا احنا جربناه ده كان فيه ليبلز كان فيه ليبلز هنا والليبلز دي ظابطه العنوان. انا ممكن اكون عايز الليبل ده كلمه جوب تايتل او بالعربي او فانا عايز اعرض ده اقول خلاص يبقى جمله الاتريبيوتس يعني بدل ما انا مثبتها كده بايديها انا ممكن انادى عليها انا اعمل لكم واحده والباقي نفس الفكره يعني. اعمل واحده يعني طبعا ممكن اجيب دي من تحت من جوه ودي من جوه انا هجيب واحده بس اللي هي جوب مثلا والباقي طبعا لو عايز تجيب الباقي كله من الملف اوتوماتيك هتعرف تجيبه من الملف ايه بشكل ايه بشكل اوتوماتيك لان هي نفس الفكره يعني ايه نفس الفكره انا معايا مثلا دلوقتي عايز اجيب الجوب ومنها اجيب الاتريبيوت بتاعتها اجيبها ازاي انا عندي امب خلاص واقول له دوت فايند فايند يو ترو فايند جوب كده اهو زي الحته اللي بالظبط امب دوت فايند الايميل السالري الجوب بس كل ما اجيب التكست بتاعه اقول له لا المره دي مش عايز التكست بتاعه انا مش عايز انا جبت انت جبت الجوب اهو صح لو تو دوت تكست هجيب التكست ده لا انا عايز اجيب الليبل والليبل ايه اتريب اللي هي اتريبيوت صح فبقول له بقى بعد ما جبت لي كده الجوب حضرتك هقول له دوت ايه ادي الاتريب اهي انا عايز الاتريبيوت وما اسمها اللي هي اسمها ليه انا عايز الليبل فكده هيبدا يعرض الليبل بس ده كده اللي انا عملته ده بشكل دايناميك تمام الباقي ده انا مثبته ستاتيك يعني ليترال سبت اما ده انا جبت البيانات بتاعته بشكل دايناميك هجرب على نفس وضعنا بس احنا خلينا الطباعه تبقى مهندمه اهي على كلامنا بس الايه الامر بتاع الطباعه نعمل ان طبعا رقم واحد يقول نوت فاوند نوت اكزيست على طول قلت له طيب كان في عندي واحد اثنين اثنين قال لي ايوه قام جاب لي واحد اثنين اثنين اللي هو رقم اثنين محمد ابراهيم ورقم تليفون والسالري والايميل بتاعه والجوب تايتل مثلا نحط نوت كولون شغال لكن طلعت نجرب تاني على واحد اثنين واحد ادي تمام وادي بيانات الشخص اللي احنا بنبحث عنه اللي هو الاوتو نمبر بتاعه واحد ما عرضناش الاي دي اللي هو الاي دي بتاعه كام اللي هو واحد اثنين اثنين اللي احنا بنبحث عنه صح عندك حق اللي هو الاي دي حتى هو باين هو معلم عليه ان هو ده ايه ان ده نوت يوز بس لو نو قلت له نو بروبلم يعني احنا هناخد بس الاي دي نعمل زي ده وعرض هنا الاي دي وبالتالي لما ابحث عن واحد من واحد بدا يظهر لي رقم واحد اللي هو الاي دي كذا الاسم كذا الفون الايميل مش عارف